الفاينانسز، الامور الماليه، موضوع حرج جدا ومهم جدا، ولسبب لاخر دائما بيعقد يا اخي الرياضيين والرياضيات، اندستري ولا كوميرشال، دائما بحسوا الاكسل شيت هاي اللي عليها قديش انا بصرف وقديش ممكن ابيع والفرق والربح والخساره، شيء معقد. حقيقه هو شيء مش معقد، لكنه شيء ضروري جدا واساسي لنجاحكم. لازم تفهموا شيء كثير مبدأ بالحياه، في شيء اسمه الكاش فلو. انت ما بتقدر تصرف او تنتج اذا ما عندكم فلوس، وانتم ما بتقدروا تدفعوا رواتب اذا ما عندكم فلوس، وبالتالي لازم يكون عندكم ما يسمى بالرنوي. خليني اشرحها هاي. رنوي يعني مدرج الطائرات، انا حكيت معها فيديو عنها بفيديو سابق هاي. رنوي معناه انه انتم كشركه ناشئه عندكم فلوس بالبنك وعم تصرفوا اشياء معينه. في لحظه من اللحظات راح تخلص المصاري هاي، ما راح تقدروا تعيشوا كشركه. والتشبيه مع الرنوي للطائره، انه الطائره وهي تمشي على الرنوي او المدرج تبع الاقلاع، اذا ما وصلت الطائره السرعه المناسبه انها تبني ما يسمى ليفت او ضغط تحت الطائره يساعدها تطير، ما راح تطير بنجاح. وبالتالي اذا المسافه اللي هي على المدرج مش كافيه انها توصل السرعه هاي اللي بتمكنها تطير، الطائره ما راح تطير. نفس الحكي عندكم، اذا المصاري اللي عندكم ما بتقضيكم تعيشوا بعد مرحله معينه، بعد المرحله المعينه معكم ايش مصاري، راح تسكروا. وبالتالي لازم دائما تكونوا حاسبين مصاريكم بالملي، وكل شيء بينصرف وكل شيء بيجي. وفي هون قاعده ذهبيه، المصاري اللي ما دخلت على حساب البنك تبعكم لسه ما اجت. لانه اذا عندكم راتب تدفعوه الشهر هاي والمصاري بدها تيجي بعد شهرين، guess what، معك ايش تدفعوا الراتب الشهر هذا. اثنين، بتكونوا تضحكوا على حالكم. فاذا انتم عارفين مثلا فرشتوا على ارقام قلت اوف معي شهرين اعيش بعدين راح افلس، بتقولوا اوكي خليني اكعكش بالارقام شوي بلكي اعملها 4 اشهر. عمين تضحكوا يعني الاربع اشهر، ما انتم بعد شهرين حقيقه راح تخلص مصاريكم. انكم لعبتوا بالارقام تخلوها 4 اشهر بدون ما تغيروا شيء بالصرف تبعكم مشان عن جد يعملها 4 اشهر، ما راح يخليها 4 اشهر، فمثلا بشهرين ما راح تقضيكم وبالتالي الشركه راح تفلس. فبالنسبه للامور الماليه القاعده الذهبيه انكم انتم بدكم تكونوا عارفين بالضبط المصاري تبعتكم قديش بتقضيكم، بدكم تكونوا عارفين بالضبط شو المصاريف تبعتكم بالملي. فمثلا اذا انتم بعرف شركات كثير بتصرف مثلا على الرواتب، فانا بصرف مثلا 1000 دينار رواتب، بقوموا ما بيحسبوا قديش بدفعوا للضمان الاجتماعي اللي هي شيء مبلغ مش بسيط، وقديش بدفعوا تأمين على الحياة، عفوا التأمين الصحي وما إلى ذلك، لأنه في بتحكي أنت بجوز عن 15% 20% زيادة بتدفعها، فبتيجي أنت بحطوا بنفقات تبعهم بس 1000 دينار، ما بحطوا ال 200 دينار الزيادة اللي هم بيدفعوها بحولوها للضمان أو بغطوا فيها كلفة التأمين الصحي، وبالتالي تخلص المصاري. طب كيف خلصت المصاري؟ خلصت المصاري انه في 200 دينار انتم مش حاسبينها عمود سوى السنه هاي، 2400 دينار معكم تدفعوا رواتب لثلاث اشهر معينه، لثلاث اشهر كامله. فموضوع المصاري كثير مهم، فاذا لازم تكونوا عارفين بالضبط شو نفقاتكم، راصدينها 100% ودائما حاسبين المصاري قديش تقضيكم، ما تتفاجئوا بالمصاري اللي معكم قديش تكفيكم تعيشوا وتموتوا كشركه ناشئه. والشغله الاخيره بدي اذكركم انه الفاينانشز مش معقده. بدكم جزئين، جزء بقول قديش نفقاتكم بالملي محسوبه وقديش تتوقعوا تبيعوا. هاي مش سهله انكم تتوقعوا، بس لازم يكون عندكم تصور وتعملوا افتراضات، فانتم بتحطوا نفقات تبعتكم وتحطوا مبيعاتكم ويبين معكم كيف راح يكون الوضع. وفي شغله مهمه كثير مره ثانيه، انكم بعتوا والمصاري تيجيكم بعد 3 اشهر لا يعني شيء، لانه انتم ما عندكم مصاري في البنك الشهر هذا، فبدكم تفرقوا بين كل الاشياء هاي. ممكن احط لكم فيديو عن هذا الموضوع باللينك، يعطيكم معلومات اكثر، راح احط لكم اياه من انليشنا.